السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصاوبو غراتان بالكفتة والبطاطس، كيجي من أروع وألد ما يكون، من أعز الغراتان عندي، والتحضير ديالو جد سهل. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي هنا واحد البصيلة من الحجم الكبير، غادي نديرها في واحد المقيلة، نزيد عليها القليل من زيت الزيتون، وعندي هنا جوج دريسات ديال الثومة. إذا غادي نخلي هاد البصلة ديالي نزل هي الثومة ونرجعو نواصلو إن شاء الله. في هاد الوقيتة أنا دايرة أيضا هنا شوية ديال البطاطا تسلق، قياس 4 ديال الحبات من الحجم الكبير، كنسلقها في ماء اللي يكون مملح. اذا من بعد ما نزلت لي البصله مزيان غادي نزيد كفته ديال البقري، انا كنجمدها بحال هكا. هذه فرصه باش نشارك معكم الطريقه، باش بسرعه كتجمد في اي وقيته جبدتوها دقائق وكتطلق. بالنسبه للقياس فانا مستعمله هنا 350 غرام. لاحظوا معايا الكفته كيف تحلات لي بكل سهوله، كيف ما قلت لكم في اي وقت كتجبدوها في الحين كتستعملوها بدون اي مشاكل. اذا غادي ندير قياس ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال العطريه ديال الكفته. صافي، غادي نخلط هاد العطريه مع الكفته والبصله ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم. اذا غادي نخلي ديك الكفته حتى كيدخلها الطياب مزيان، وغادي نزيد عليها 4 ديال الحبات ديال الطماطم. انا طحنتهم، يمكن لكم تحكوهم، غير هو هكا كتجي ديك لاصوص، كتجي ليس، كتجي احسن. اذا طحنتهم بحال هكا في المولينكس، يمكن لكم تطحنوا غير بالميكسور. وكنزيد هذيك مطيشه على المقيله ديالي. انا هنا كلشي درت كميات شويه بزايد، لانني خرجت منها جوج ديال لي غراتان صغيورين. كان عندكم مول كبير هاد القياس راه مزيان، كان مول صغير شي شويه وبغيتو ديروا غير واحد نقصوا شويه من القياسات. هنا انا زدت القليل من مركز الطماطم، طبعا اللي ما بغاش يزيدها يمكن له يستغنى عليها، هي كتعطي واحد الذوق زوين وكذلك الوين زوين لاصوص، وكيف ما قلت كيبقى اختياري. زدت كذلك شويه ديال قزبر ومعدنوس اللي قرتهم، وصافي غادي نخلط المكونات ديالي مزيان، وغادي نخلي هذيك لاصوص طيب حتى بحال كتعلق مزيان، كتشرب داك الماء ديالها كامل وكتوقف. نرجعوا لهذيك البطاطا اللي سلقناها من بعد ما كطيب، كنصفيوها كنقطروها مزيان، وغادي نمعكها مزيان. انا معكتها غير هكا يدويا، تقدروا الا بغيتوا طحنوها حتى هي في بالميكسور، ولكن راه غتجيكم رطيبه بزاف وتمحنكم شي شويه في الخدمه. انا فضلت هكا يدويا، جاتني سهله. كإضافة اللي كتبقى حتى هي اختيارية، زدت القليل من الجبن طري، خلطته مع ديك البطاطا، زاد نسمها وزادها من اللذة ديالها، ويمكن لكم ديروا فقط البطاطا بحال هكذا. اذا غادي نخلط مزيان هذاك الجبن مع البطاطا، وصافي غادي نغطيها ونخليها جانبا. غادي نحتاج ايضا صلصة البشاميل، يمكن لكم تحضروها في الدار، انا استعملت الجاهزة اللي كتكون بنكهة الجبن. كندير نص سيترو د الحليب، وكندير نصف ديال الساشي اللي كيتباع جاهز. صافي، كنخلط كل شيء مزيان فوق نار هادئه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لي صلصه البشاميل. اذا دابا المكونات ديالي كلها جاهزه، هذه صلصه الطماطم بالكفته، وهذه صلصه البشاميل. اذا غادي ناخذ المول ديالي، غادي ندير واحد التفريشه خفيفه ديال صلصه البشاميل، ومن بعد غادي ناخذ البطاطا اللي سبق لي معكتها مع الجبن الطري، وكنسرحها بهذا الشكل. حاولوا ما تغلطوش الطبقات بزاف، لانني غادي ندير ثلاثه طبقات من كل حاجه، فنحاولوا الطبقات يكونوا رقيقين وكثارين احسن. اذا من بعد ما كنوزع البطاطا مزيان، غادي نزيد طبقه ديال الكفته البصيله ومطيشه،
هاد لاصوص جد جد رائعة، قريبة لاصوص بولونيز. اذا كنوزعها حتى هي مزيان، ومن الفوق غادي ندير طبقة ديال لاصوص بيشاميل حتى هي نحاول نوزعها مزيان، وكنزيد فوق منها واحد الرشيشة ديال جبن محكوك. مستعملة انا جودة، وانتم لكم الاختيار على حساب النوعية اللي كتفضلوها. غادي نعاود نفس المراحل، غير هي هنا دابا باش هذاك الجبن اللي لتحت ما يتشتتش لينا، نحاولوا غير بالمهل. شوفوا معايا الطريقه كيفاش كنحط البطاطا هكا بشويه بشويه، وكنقاربهم بعضياتهم، وكنبدا كنجرهم بهذه الطريقه باش كنوزع ديك البطاطا بلا ما نحرك الجبن اللي لتحت. اي بالمهل، يعني طريقه اللي ساهله وخصها شويه الخاطر وصافي. من بعد غادي نزيد كذلك طبقه ديال الكفته، نفس الطبقات اللي درنا في الاول نعاودو نديروهم. اذا طبقه ديال الكفته نوزعها حتى هي مزيان، وغادي نعاود ندير فوق منها طبقه ديال صلصه البشاميل. ودائما كنوزع باش ملي نقطعو من بعد الكغاتان ديالنا الطريف اللي خديناه نلقاو فيه المكونات كلها ومنسجمه مزيان. ومن الفوق كذلك غادي نزيد رشيشه ديال الجبن. اذا هاد الطبقات غادي نعاودهم للمره الثالثه، وفي الاخير غادي ندير الفوق صلصه البشاميل شويه بزايد باش كيتغاتينا لي داك الوجه مزيان في الفران، وكذلك الجبن حتى هو غادي نديرو بزايد. صافي، اذا هنا كنكونوا سالينا الكغاتان ديالنا، كندخلوه الفران اللي يكون مسخن. درتو انا على 195 درجه، شالع عليه من الفوق ومن التحت، وكنخليه حتى كيدوب لي داك الفرماج، تنسجم لي ديك المكونات مع بعضياتها لداخل، وكذلك الوجه ديال الكغاتان ديالي كيتحمر مزيان. انا درت جويجات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نخليهم يطيبوا ونمشيو نشوفوا الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال غراتان الكفته والبطاطس اللي صوبته معكم اليوم. اقل ما يقال عنه انه جد جد رائع، لذيذ بزاف. الوليدات خلاص حماقوا عليه، وانا شخصيا كيعجبني بزاف. نتمنى انكم تجربوه، ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال لا فيديو، واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.